مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سنرى سويتش والكيز. لماذا نستعمل سويتش؟ سويتش ستيتمنت تستعمل إذا كان لدينا مجموعة من الحالات أو الشروط ونحتاج فيها مجموعة من الأجوبة. على سبيل المثال قم بالتجربة، لنذكر مثلا دولار كولور يساوي مثلا أورانج. كل واحد يجب أن يدخل، أعطينا مثلا لواحد يدخل الكولورز وأدخل أورانج، وكل أكشن لها كودا خاص. على سبيل المثال نكتب سويتش سويتش، هنا نكتب دولار كولور أي الكولور التي يوجد عندنا. نفتح البراكيت الخاص البراكيت هنا أي ما داخل هنا يحدث. لدينا كثير من الاستيتمنت التي تحدث، مثلا كيس واحد أن الكولورز يساوي ريد. إذا داخل هنا نكتب الكود الخاص بهذا statement. إذا كان يساوي ريد هنا نكتب أي كود، نكتب فيه الإف الإلز الفور لوب إلى ما ذلك. هنا نكتب مثلا إيكو على سبيل المثال يور favorite color is red. ثم من بعد ذلك نريد أن نخرج من الكود، وطريقة الخروج من الكود وهي break. لدينا كيس آخر، أقول أنه مثلا أورانج. هنا داخل الكود الذي سنكتب فيه نقول إيكو يور color is orange. فانفيرجيل. وهنا نخرج من الكود. هكذا نقطة قم بكتابة سويتش والكيس. يكون لدينا مجموعة من الشروط، مجموعة نكتبها كثير لنرى كثير من الشروط إلى ما ذلك. مثلا نكتب هنا أورانج، هنا جرين، هنا your favorite color is green، وهنا your favorite color is brown. نموني brown. سيب. هنا أدخلنا الكولور التي أدخلنا وهي orange. هنا سيقودنا إلى your favorite color is orange. نذهب إلى البراوزر الخاص بنا. Your favorite color is orange. Your favorite color is orange. إذا كتبنا read save reload
قطبنا ورا هكذا يقوم بكتابة switch wall case. لكن كما رأيتم قمنا بخطأ وضعنا هنا هناك كود نكتبه default. هناك default نكتب هنا الكود الخاص بنا echo the color is not here save. مثلا قمنا بكتابة هنا اي كولور لا يوجد هنا مثلا يلو بلاك مثلا سنضع كثيرا من الاشياء نكتب this color نكتب the concatenation concatenation color dollar concatenation isn't here save point virgule save reload this color black is not here نقوم ب بإضافة this color black is not here كما ترون this color black is not here هذا هو switch wall case أقدر نقوم بكتابة number مثلا نمبر للشرح أكثر نقوم بكتابة هنا 3 هنا نمبر لفهم هنا 1 2 أقوم بكتابة 2 فقط لأنه نمبر فقط نكتب بكتابة نمبر هنا 3 4 your number is 4 وهكذا نقوم بكتابة إلى 4 5 6 إلى ما ذلك
your number. Is not same. Can you send out the letter? Your favorite number is the letter 3. سيب هكذا. هذا هو ما يسمى ب هذا هو ما يسمى السويتش والكيز. سهل جدا للغاية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.